العملة الورقية، تعتبر الصين أول بلد طبع العملة الورقية، وذلك في عهد سلالة تانغ 618-907 للميلاد. وولدت الفكرة الأولى لنشوء العملة الورقية بين التجار الذين يتنقلون من بلد إلى بلد ويحملون نقودهم الذهبية والفضية معهم، فكانت عرضة للضياع والسرقة، فاستعانوا عنها بوثائق خطية مقدار ملكيتهم. في القرن الثالث عشر ميلاديا وصلت فكرة النقود الورقية إلى أوروبا من الصين بعد مزارها المستكشف الإيطالي ماركو بولو. يعتبر مصر ستوكهولم للسويد أول مصر أوروبي يصدر العملة الورقية عام 1660، إلا أنه فشل في الإيفاء ودفع قيمة كل ما أصدره من عملات ورقية بالذهب، فأعلن إفلاسه عام 1684. بعد استقلال أمريكا عن بريطانيا عام 1776، بدأ المصرف المركزي الأمريكي في إصدار عملة الدولار، وهو أول عملة اكتسبت اللون الأخضر الذي يشتهر به الدولار الأمريكي حالياً.